صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أحد طلاب العلم يقول إن الجثة التي في الإهرامات ليست هي فرعون، لأن المؤرخ يقول إن الجثة التي في الإهرامات ليست هي جثة فرعون، لأن المؤرخين كابن الأثير وابن بطوطة لم يذكروا ذلك، فهل هذا صحيح؟ ومن قال أنها جثة فرعون؟ أنت ما ثبتوا أنها جثة فرعون؟ من قال هذا؟ الأصل أنها جثة، ما هي بجثة فرعون. نعم.